А там еще дом. А на еще дом, я как же дом, а на еще дом. مرحبا با هلو ايفري باردي اهلا اهلا بالشباب دخلكم ما عرفتوا لنا وين حطوا رحالهم نمبر لاين شو هاد وين؟ يومي ما بعرف بحياتي ما سمعت باسم هالمطرح هاد همبل هبباني وين هاي؟ استنوا عليهم لحتى يبلعوا اللقمه حرام عليكم كلوا جدوا كلوا عمي شو هاد تحكي انت؟ وعي اكبرهم اشوف كلوا كلوا جدوا اكلوا ايم ايدك كيف من ايدك؟ ولا لما ما تاكلوها قبل ما تقولوا وين بالزبداني بالزبداني شهاد يا كيفا شفتوها منيحه شلون صح برهوم هلا نحن بشو وانت بشو سكوت قلي 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 تعال شلون المحل يعني ظريف خيلي بيطير العقل والطقس كيف ربيعي يعني يعني ما انه مائل هيك شوي للبروده بابا يا سيدي في بروده بس لذيذ كثير طيب وفهمان عليك يعني ما في هيك بعض السحب في السماء مثلا في كم غيمه بيضه مثل القطن شو يا سلام الله ما شاء الله يا مازن صاير شاعر ليش شو دخل الشعر بالقطن لا انا عم بحكي على الصوره الشعريه حسيت انه فيها انت دخل لهم شو عم تحكي انت شو عم خلص هلا مو وقت موضوع عسكوت عود عود اسمع قلي يعني شلون شفتوا حالتهم انتم يعني مبسوطين كثير يعني شلون بدهم يعرفوا وهنن عم يراقبون عن بعد لا 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 بابا مبينين منيح طيب بابا يعني ما في ولا هيك شوية ضباب مثلا ما في شيء ولولا الأوامر كنا ضلينا معهم برافو بابا أنا بتعجبني تربايتك لك في أحلى من الابن اللي بيسمع كلمة أبوه لا بابا أنا قصدي على أوامرهم هن يعني ماما وخالاتي وتيتي تضرب أنت وهالترباية ايه سيدي وهلا بعد ما عرفتوا وينهم شو ناويين تساووا؟ هلا معتمدين على الطقس وعلى اللي قال عنه الاستاذ البرد والمطر والعواصف والرياح، اذا فشلت معنا هالخطوه ما بقى نفكر بالخطوه الثانيه. هلا بلا ثانيه بلا ثالثه، انا بقترح انه كل واحد يروح على بيته ويتركوا عمي يرتاح. ما حدا بيتحرك من هون، انا مو متعود نام لحالي بالبيت. هي مو مشكله مو مشكله عمي، خلي مازن ورامي عنده. ليش انا مين قالكم اني بقدر نام لوحدي كمان؟ لا 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 شوف انا مع عمي يعني شوف انا مع عمي مو للاسباب اللي قالها لا لاسباب مختلفه تماما شوف يعني هن بجوز يعني يضطربوا ويصير معهم شيء ويضطروا انه يتصلوا فينا فلذلك نحن لازم نكون جاهزين يا عيني عليك يا عديل يا اخي شهم رغم كل شيء ايه رغم كل شيء حريص على امن وسلامه العائله كبير انت عديل كبير لك يا جماعه ماني فهمان ليش انتم دائما عم تتوقعوا الأسوأ لك تفائلوا يا جماعه تفائلوا لا يا سيدي ما رح نتفائل يا سيدي مثل ما بدك طبعا انت شو همك شو همك انت ما في شيء يغيظك مزبوط بس لا تنسى يا ابو رامي انه انا بنتي اللي معهم يعني المفروض اكثر واحد يكون خايف فيكم هو انا بس الحقيقه غير هيك لاني انا عم اتخيل بنتي قاعده سعيده ومبسوطه مع ستة وخالاتها وهذا كفيل بانه يخليني سعيد ومبسوط بس ما في بالعاده عديل يعني كلنا بنعرف قديش بتحب بنتك وتخاف عليها ولا شمتان شمتان طولوا بالكم يا جماعه شو قصتكم بس بدكم شغله تتخانقوا عليها يا جماعه انا مع عادل ان شاء الله يكونوا مبسوطين رغم اني مجروح من ناحيه العواطف بس لازم دوس على مشاعري ما عم اشوف القصه الطقس كل ماله عم يتحسن